بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج التوثيقي لحياة العلماء. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأذرا، وكابد المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. مرحبا بكم وحياكم الله في هذا البرنامج المتجدد، نستضيف فيه العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في توثيق حياتهم وطلبهم للعلم ونشرهم للعلم ومجهوداتهم التي يقومون بها، وكذلك الوجه الآخر للمشايخ. وهذه الحلقة تتميز إن شاء الله بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ علي محي الدين الغراداخي. مرحبا بكم وحياكم الله، الأمين العام لاتحاد العالمي للمسلمين. نرحب به في هذه الحلقة ونقول لك مرحبا بك في بلدك السودان، وحياك الله في قناة طيبة وإذاعتها، ونرحب بكل الوفد الذين أتوا معك، فمرحبا بك. مرحبا ومرحبا بكم وبأهلنا في السودان، وأسأل الله أن يحفظ السودان. آمين إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. نحن حقيقة فضيلة الشيخ في هذا البرنامج نوثق لحياة العلماء، فنريد حقيقة أن نوثق هذا المشوار الذي بدأته بمراحل التعليم، ثم الدرجات العلمية، ثم بعد ذلك المناصب التي تقلدتها، وما كانت بعد ذلك من خواطر وكذلك ذكريات لشخصيات أثرت في مسيرتكم، وكذلك نتكلم إن شاء الله عن مواقف دعوية إيمانية، مواقف طريفة، حياتكم الخاصة إن أمكن، وكل ذلك إن شاء الله لك فيه يعني كل الحرية. فنبدأ إن شاء الله بالبطاقة الشخصية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، أحييكم أولا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن اليوم سعداء حقا بوجودنا بين شعب طيب وداخل هذا البلد الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الشعب ويحفظه من كيد الكائدين وشر الحاسدين إن شاء الله. بالنسبة لبطاقة الشخصية، أنا أخوكم في الله علي محي الدين علي القرداخي، الحمد لله من أسرة علمية، ويعني الآن تقريبا سوف ربما نتحدث عن هذه المراحل. واليوم أنا يعني أمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وأيضا رئيس مجلس الأمناء لجامعة أسستها والحمد لله رب العالمين، تسمى جامعة التنمية البشرية، وعضو أو رئيس لعدد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية. الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه أكرمني بعدد طيب من الكتب في مجال الفقه والاقتصاد والفكر والتحقيق، هذا بإيجاز شديد إن شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. مسيرة العلم وبداية الطلب فيما يتعلق بالعلم الشرعي وما يتعلق حتى بالدراسات، لو في دراسات أكاديمية، لو تعطينا نبذة من البداية. إن شاء الله. أنا حقيقة كما قلت، كان والدي رحمة الله عليه كان حريصا جدا على أن تبقى العائلة متسلسلة بالعلماء. أنا من ناحية الأم، كذلك من ناحية الأب، حوالي تقريبا ثمانية أجداد من العلماء ما شاء الله. فكان إخواني الذين، وأنا كنت آخر ولد من أولاد والدي، فأولاد يعني إخواني كانوا قد أخذوا حقيقة مناحي أخرى غير مناحي العلم الشرعي، فلذلك خاف والدي وكذلك أولاد عمي، أي أولاد أخيه أو أخويه، كلهم اتجهوا إلى اقتصاد أو طب أو تجارة أو استثمار أو عمل شخصي إلى آخرها. فوالدي لما شاف بأن كل الأسرة كاد أن ينتهي العلماء، أخرجني من يعني مدرسة، وقبل ذلك كانت له عناية قصوى بأن أحفظ القرآن الكريم، وخاصة كانت والدتي رحمة الله عليها كانت صالحة،
وكانت مواصلة معي حتى هي التي حقيقة حفظتني بالاستعانة مع بعض العلماء بالحفظ على حفظ القرآن الكريم وختمه كله في وعمري 8 سنوات ونص. ما شاء الله. والحمد لله بعد ذلك وكنت أظن في الصف الخامس الابتدائي فأخرجني والدي من هذه الدراسة الأكاديمية العلمية خوفا من أنني لو واصلت هذه الدراسة يمكن أتجه أيضا اتجاها آخر، فأخرجني وبدأت أنا أدرس العلوم الشرعية من الفقه والنحو والصرف والتفسير وإلى آخرها، وثم وكنا في قرداخ وهي ناحية وقضاء، وعمي كان في محافظة كبيرة سليمانية. بعد سنة سنتين بعدما خلصت هذه الأشياء ذهبت حقيقة إلى دراسة على يد عمي، وكان من كبار العلماء، كان اسمه الشيخ نجم الدين القرداخي رحمة الله عليه، ودرست على يديه. ثم بعد ذلك بعدما هو هيأني أيضا، كان خالي كان من كبار العلماء على مستوى العراق وعلى مستوى كردستان، اسمه الشيخ مصطفى رحمة الله عليه، فسلمني إليه فواصلت معه العلم. وحقيقة أنا أقول لطلبة العلم هنا، ما ترك أحد شيئا لله سبحانه وتعالى إلا عوضه الله. حينما أخرجني والدي من المدرسة الابتدائية جاءني أحد أخوالنا وهو من كان يعتبر رئيس العشيرة، فجاء إلى والدي وغضبان جدا، قال يا شيخ محي الدين كيف تخرج علي وتدخله في مدرسة ليس لها مستقبل، خاصة في ذلك الوقت سنة 58 59 59، كان في عهد عبد الكريم قاسم الذي ألغى جميع المعاهد الشرعية وجميع الكليات الشرعية وألحق علماء الشريعة بالكليات العملية، لم يبقي شيئا اسمه كلية الشريعة. قال ما لا، ليس هناك مستقبل، وين يروح مسكين؟ هذا كان بالعراق يعني؟ هذا في العراق طبعا، كلامنا هناك أنا بدأنا في العراق وبعدين جينا إلى قطر جزاهم الله خيرا. فلما هذه المسألة فوالدي قال والله أنا أبدا لا يمكن أن أترك أولادي دون أن يكون بينهم علماء، أنا أتركه لله، الله سبحانه لن يضيعه. فسبحان الله، يعني كان حينما أخرجني والدي من المدرسة لم يكن هناك في الظاهر أي أمل من أنني أحصل، مش ليس على ماجستير ودكتوراه ولا على شهادة الثانوية، لأنه ما كانش هناك أي معهد، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى وأنا ماشي بهذه الصورة. فتح بعد ذلك، جاء عبد السلام عارف في العراق وفتح المعاهد الشرعية مرة أخرى وامتحنونا ودخلنا في المعاهد وكملنا، ثم فتح أمامي كلية الشريعة والقانون وخلصنا قسم النظام العام الذي هو 5 سنوات، ثم بعدين التحقت بالأزهر الشريف وأخذت ماجستير ودكتوراه بمرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع، بل إنني أضفت إلى ذلك أيضا بعض الدراسات في بعض جامعات مصرية أخرى. فأكرمني الله سبحانه وتعالى بهذه النية الطيبة للوالد، وكان أبوهما صالحا حقيقة بهذه البركة، شو الله سبحانه وتعالى أكرمنا، وكان يهمه الوحيد كان يدعو يقول يا ربي اللهم اجعلي علي هذا ابن علي خادما للإسلام، وأنا كنت كذلك من الصغر علمني هذا، كنت يا ربي اجعلني خادما للإسلام. فمشينا بهذه النية الطيبة، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله نرجو أن يتحقق هذا الدعاء بأن نكون من خدمة الإسلام. جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا المسير العظيم. حقيقة يعني قضية الدرجات العلمية التي نلتها لا شك أن هناك بحوث وكتابات قمت بها ومؤلفات، لو تطلعنا على يعني هذه المؤلفات. صحيح. أنا أولا لما دخلنا في المعهد، رغم أنني يعني إحنا كنا متأخرين معهد الإسلامي، فلما امتحنت كنت طلعت الثاني على العراق في المعهد يعني على مستوى الجمهورية، ثم بعدين في الكلية أيضا أخذت الحمد الأول على الدفعة بفضله سبحانه وتعالى، وكذلك المسيرة كان إرادة الله أن أكون الأول في المعهد وأول في الكلية. ثم وأنا كنت في الكلية بدأت بالبحث والتأليف، ثم لما التحقت بجامعة الأزهر كانت يعني حقيقة بقيت في مصر عدة سنوات بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر
بالعراق والمضايقة والتضييق على الإسلاميين. وطبعا احنا كنا لما كنت هناك كان في مضايقة شديدة جدا، فلذلك انا تركت يعني العراق لأجل هذا وبقيت في مصر. وفي رسالة الماجستير كان هو عبارة عن تحقيق كتاب في فقه المقارن وفي الفتوى، الغاية القصوى في دراية الفتوى، كانت هذه رسالة المشروع يعني مشروع الماجستير. بالإضافة طبعا كانت الأزهر كعادتي سنتين من الدبلوم ثم بعد ذلك رسالة، وأنا أخذت هذه الرسالة. وكان حتى المشرف كان مشفقا، يا أخي يا شيخ علي أنت ليش ممكن هذا مشروع ممكن بمئة وخمسين صفحة مئتين صفحة تمشي حالك، وأنا حققت كتاب في حدود تقريبا أكثر من 1300 صفحة حققناه والحمد لله، وطبع الكتاب بعد ذلك. ثم لما جاء وقت الدكتوراه حقيقة اخترت القسم الذي أنا أساسا متخرج منه وهو قسم الفقه المقارن بالقانون، فاخترته مبدأ أساسيا من مبادئ القانون والشريعة وهو مبدأ السلطان الإرادة، وفي الفقه الإسلامي يسمى مبدأ الرضا في العقود. فاخترت يعني هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية بمذاهبها الثمانية، أو في الفقه الإسلامي بمذاهبه الثمانية، وفي القانون المدني بخمسة قوانين، قانوني الروماني والفرنسي والإنجليزي وكذلك المصري والعراقي، خمسة قوانين أخذت بالإضافة إلى ثمانية مذاهب. وطلعت الكتاب في حدود 1700 صفحة، وطبع الكتاب من سنة 85 والحمد لله، ونال كما قلت نالت الرسالة درجة مرتبة الشرف الأولى، وطبع بعد ذلك والترجمة أيضا. نعم وطبع مباشرة بعد ذلك. وكان أصلا اختيارك للموضوع يعني قضية كانت ملحة في ذاك الزمان، هو يعالج بعض القضايا. حتى أنا كنت لأنه كنت ممن كنت أشارك كما أشرت اليوم في مسألة وأتابع ما كان أستاذ عيسى عبدو ومشايخ يعملون في تهيئة للبنك الإسلامي، بنك دبي الإسلامي. وبالتالي أنا حقيقة كان مفروض يعني أنا قدمت خطة أساسا في يعني الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها بين التقليد هكذا والتطوير، كان هكذا رغم أنه كانت المنتجات ما كانش كثيرة، لكن كيف ممكن نطور هذه المنتجات المتوقعة أو المنتجات المطبقة. ولكن بما أن هذه هذا الموضوع كان قد سجل فيه أو سجلت فيه رسالة الدكتوراه قبلي، فلذلك اخترت الموضوع الثاني. وأنا شكرت الله على أن الله وفقني لهذا الموضوع لأني درست جميع العقود، وخاصة في ظل القانون القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وبالتالي تعمقت تعمقا كبيرا والحمد لله في مجالات العقود بكل ما تعني هذه الكلمة، خاصة في عيوب الرضا وكذلك في القصود والغايات وما يدور حول هذه المسألة، مما حقيقة فعلا يعني أضاف إلي إضافات ما كنت حقيقة على علم بها قبل الرسالة. هل هذه الرسالة أفادت شيء في الجامعة أو حتى في الحمد الوزارة لله. أو كانت بالمناسبة مسألة الوعد الملزم، يعني هذا كان رسالة يعني كنت أصلت هذه المسألة، حتى يذكر يعني مش أنا أذكر ناس كثيرين حينما كان هناك مشاكل حول وعد الملزم، لأنه هو حضرتك عارف أن المرابحة للآمر بالشراء ذكرها إمام الشافعي في الأم، وأصله شيخ السنهوري، ثم جاء سامي حمود جزاه الله خيرا في رسالته فذكر وفصل هذا المجال. ولكن المرابحة عند الإمام الشافعي وعند غيره ليس الوعد السابق فيها ملزما، فأنا حقيقة أصلت هذه المسألة على سبيل المثال من أن أتيت بمجموعة من الأدلة. ولما نوقشت هذه المسألة في كويت يعني في فترة الثمانينات في البداية بعد بداية، كان الاعتماد كما سمعت من أخي دكتور عجيل نشمي ومن بعض الإخوة الكرام، وكما سمعت عفوا من الشيخ أبو مجبل أستاذ أحمد بزيع ياسين، كان قال إحنا لما ناقشنا المسألة جبنا كتابك ورسالتك، وكان رحمة الله عليه أحد كبار العلماء الأزهريين كانوا موجود في كويت، كان قال إحنا نعتمد على إلزامية الوعد بناء على هذه الأدلة التي أتى بها صاحب هذه الرسالة، وما كان يعرفني في ذلك الوقت واعتمدت. هناك أشياء كثيرة حقيقة تتضمنها الرسالة والحمد لله. يعني نعم
نفع الله بكم يا شيخ ومرحبا بكم في السودان. وننتقل إن شاء الله من الطلب إلى العطاء. أيوة فحقيقة نريد أن نعرف المناصب التي تقلدتها حتى وإن كانت في أثناء الطلب يعني. صحيح. حقيقة أنا يعني لما كنت في مصر رغم أنني كنت مشغولا بالدراسة ولكنني انشغلت كذلك بتأليف بعض الكتب. من هذه الكتب يعني حققت كتابا معنى لا إله إلا الله للإمام الزركشي، وكذلك أيها الولد الإمام الغزالي، وكذلك كتبت عن شيخ سعيد النورسي رحمة الله عليه، هو من كبار المجددين في تركيا، صاحب مدرسة النور. نعم. التي أسست حقيقة لهذه النهضة. نعم. والصحوة الإسلامية اليوم، و تغذى عليها أستاذ أربكان وغيره. نعم. كلهم حقيقة مدرسة النورية معروفة. أنت التقيت بشيخ النورسي؟ كتبت نعم. التقيت به ولا؟ التقيت لا لم ألتقي به، وإنما التقيت ب يعني لأنه توفي في الستينيات، لكن أنا ما كنت في تركيا، ولكن التقيت بكبار تلامذته. نعم. وحتى أهدوني بالمناسبة سجادة كانت للشيخ سعيد النورسي، لازلت محتفظا بها، فكتبت عنه عن جهاده وجهوده. نعم. وكذلك عن إحدى رسائله وهي الإنسان والإيمان، ونشرت هذه الرسالة في مصر، وكان بذلك الرسالة عرفنا بهذا العالم الجليل في مصر. ثم بالمناسبة تتابعت رسائل الدكتوراه وماجستير على شيخ سعيد النورسي بعدما نحن، لأنه كانت في السابق كلها كانت باللغة التركية. نعم. أنا عرفت يعني راجعت هذه الرسالة وكتبت دراسة مفصلة باللغة العربية، مما الحمد لله أثار في الناس الهمة. نعم. لدراسة. واليوم يعني الشيخ النورسي في مصر ومعظم العالم العربي الحمد لله. نعم. معروفة. نعم. بعد ذلك حقيقة شاء الله أننا يعني نسأد ونذهب إلى قطر ونتعاقد مع جامعة قطر. نعم. ومن سنة 85. نعم. وهناك حقيقة كنت أستاذا في الجامعة وفي نفس الوقت مشرفا على بعض البنوك الإسلامية، يعني مثل بنك دبي الإسلامي وبنك بعض البنوك الأخرى، بالإضافة إلى البنوك التي أنشئت في قطر. نعم. ثم بدأت حقيقة الحمد لله بدأ العطاء الفكري بكتابة مجموعة من البحوث والكتب. نعم. في مجال التأمين الإسلامي بالذات، وفي مجال الاقتصاد الإسلامي، وفي مجال المنتجات الإسلامية. يعني لو تجمع الآن عندي حقيبة يسمون حقيبة طالب العلم الاقتصادية. نعم. تتكون من 12 مجلدا ما شاء الله. هو شامل فيه المنهج في الجزء الأول، ثم المدخل للاقتصاد الإسلامي بصورة مفصلة في جزئين أي ثلاثة أجزاء، ثم المقدمات الممهدات المطلوبة لطالب العلم في الجزء الرابع، ثم بعد ذلك دخلت في عالم الصيرفة ومنتجاتها والبحوث المعمقة في الاقتصاد الإسلامي، ثم التأمين، ثم بعد ذلك الزكاة بصورة مفصلة وخاصة في قضاياها المعاصرة. ويعني في مسألة التأمين أنا قدمت مشروع للتأمين، تأصيل للتأمين سنة 1992 إلى أو 93 لندوة ثالثة لبيت التأمير الكويتي. هذا التأصيل كان لم يكن موجودا في السابق، وأنا خلال مراجعتي للحديث ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنا عندي إجازة وسند متواصل في كتب الستة على يدي بثلاث يعني أسانيد، بثلاثة أسانيد، وأحد الأسانيد اشترط علي أن أقرأ الكتب الستة حتى يجيزني، فبالتالي الحمد لله ما تمكنت بفضله من قراءة الكتب أكثر من مرة، فوجدت حديثا فعلا هو كأنه التأمين التكافلي. نعم. هذا الحديث هو ما يسمى حديث التناهد الذي يذكره إمام البخاري في صحيحه. نعم. حيث يقول كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافروا أو إذا كانوا في غزو كانوا يتناهدون. نعم. ومسألة التناهد يعني معناه أنه لما يجتمع مجموعة يجعلون على واحد يجعلون واحدا منهم مسؤولا الجانب الاقتصادي إن صح التعبير. نعم. ويضعون عنده مبلغ، كل واحد مبلغ من المال متساوي، ثم يذهبون ويأكلون ويشربون وإلى آخرها، ثم إذا عادوا يوزعون. فوجدت أن هذا فعلا هو التأمين التكافلي، لأن التأمين التكافلي المشتركون يدفعون ويدخلوا في حساب التأمين،
أو حساب المشتركين، ثم تؤخذ منه المصروفات والتعويضات، ثم الباقي يسمى الفائض، إما يرجع أو يتصدق به في وجوه الخير. فهذه حقيقة كان نال هذا، وبالتالي نحن خرجنا حقيقة من تأصيل آخر للتأمين كان فيه محل نزاع، وهو مسألة الهبة بعوض. كان كثير من العلماء كانوا يؤصلون للتأمين على أساس هبة بعوض، وهذا في إشكالية كبيرة أنا ناقشتها في كتابي بمجلدين حول التأمين التكافلي الإسلامي، وحتى الالتزام بالتبرع الذي قال به بعض المعاصرين فيه إشكالية في مسألة الوعد. أيوة. هل ملزم ولا مش ملزم؟ لكن مسألة التناهد جعلت فكرة شركة التأمين التكافلي نظاما وليست عقدا بمعنى الخاص، إنما هو مشاركة، يعني نظام تعاوني مشاركة قائم على تعاون الجميع على تفتيت المخاطر وعلى التعاون على البر والتقوى. نقف عند هذا التأمين وحديث التناهد ونخرج إن شاء الله فاصل ونعود، فابقوا معنا جزاكم الله خيرا.